بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الناس انقسموا تجاه القرآن إلى طرفين ووسط. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. آدمنا قرآن غا معاملة قلش جهتن 3 تربكة 3 قسم جا بلنب كتتي. قسم يهجر القرآن. برنش قسم قرآن بتن لا يتشليدو. لا قراءة. يا أقمايدو. ولا معرفة معاني. يا من لرني تشنيدو. ولا عمل. يا أمل قلمايدو. ولا تداوى بالقرآن. يا قرآن بلن شفات الميدو. ولا شيء. يشتم قلمايدو. وقسم. برقسم. يقرأ القرآن فقط بلسان. قرآن فقط أذن تلب لن موقيدو. لا يفهم منه شيئا. قرآن دن هيش ناس تشنيدو. وقسم وسط هم أهل السنة والجماعة. يعني برقسم بوسا أطرا هالدا تردو بلا بوسا أهل السنة والجماعة. أسأل الله يجعلني وياكم منهم. الله تعالى دن بزن شلارن قطارن قرشت سورايمز. من هم؟ كم الله؟ لابد أن نقرأ في كل يوم نتعلم القراءة الصحيحة للقرآن. قرآننا هر كن أقشمز كيرك. قرآننا تور أقشنا أقدشمز كيرك. نعرف معنى هذه الآيات. هم شو نقرأ آيات لنا معنرين بلمس بلشمز كيرك. نعمل بها. أعمل قلشمز كيرك. نتداوى القرآن. هم شو قرآننا قرآن لنا شفات لشمز كيرك. لا يمكن أننا لا نعرف قراءة الفاتحة. مثلاً فاتحة أنا أقصد ما بلمسك بابا ما يدو. أهم سورة. أهم مهم سورة مش سورة. ركن من أركان الصلاة. نمازنا ركن نردم بركن. يعني لابد أن نتعلم القراءة الصحيحة للفاتحة ومعاني الفاتحة ونتدبر ونعمل بها. شنو شن؟ شكسز بس فاتحة أنا قنقلب أقيمز قنقلب تغرب أقينز عشان أقينشنز كريك. كذلك بعض السور المهمة سورة الإخلاص الناس الفلق آية الكرسي. هم شنو الله بعض برمهم سورة أنا مو أقوب يضلب ما نرنا بلمش بلشمس كريك. وهذا سهل جدا الحمد لله الآن مع هذه الأجهزة. عذر بناس لا أصم بقلدي. نعم إذا العناية أكثر ما تكون بسورة الفاتحة. شنو شن آدم أم برنشي قيس سورة أهمية بيردو لسنا سورة فاتحة أهمية بيردو. نعم نقرأ القرآن قراءة يومية. قرآننا هر كنا أقشمس كريك. وتدبر ونظر في معاني هذه الآيات ونستعين بالله العمل. آيات لنا ومالرنا بلب الله تعالى دن أشو آيات لقي أمان قلشنا سورشمس كريك. والله أعلم. الله يخشب الجدور. نعم.